خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في مختلف المحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شازي. صباح الخير يا منى. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير. وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبة وبخير دايما. الجو بقى لطيف قوي من دول. بس افضل من الاسبوع اللي فات. بس هيبرد على اخر الاسبوع. تاني. ايوه. بنصبح على حضراتكم وخلونا في البداية نستعرض معاكم جولة مرية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات وخصوصا ان الناس بدأت تنزل دلوقتي. هنبدأ معاكم جولتنا المرورية من محافظة القاهرة ومن ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة. وفي شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرية. على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد. كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. طيب لو رحنا لكوبري أكتوبر هنلاقي هناك في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي برضو إن في سيولة مرورية. في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر ونفس الكلام للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولاً إلى المنصة. ظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولاً إلى الدائري. ناخد بالنا أنه تم غلق طريق صلاح سالم من الملك الصالح باتجاه السيدة عائشة وده تمهيداً للبدء في أعمال تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو من اتجاه كوبري عباس وحتى حديقة الفسطاط. نروح معاكم لمحافظة الجيزة. هنبدأ من الطريق الدائري وفي بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات. كمان تكونت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات لكنها بسيطة ومتحركة وبتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. كمان بيشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات في اتجاه المريوطية. بينما يشهد طريق المريوطية الدائري المتجه إلى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولاً إلى ميدان الرماية انسيابية مرورية. كما شهد شارع الجامعة العربية وشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقي كثافات متحركة وارتفعت الكثافات كمان بميدان الجيزة. ولو رحنا معاكم بقى لشارع ترسا اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين وكمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابا. وكمان لو رحنا محور صفط ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. لو رحنا شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي ده بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. كمان الطريق الدائري بكثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء. نروح معاكم لمحافظة القليوبية. ولو أنت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل أنك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش أي كثافات ومنه إلى الطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية قبل الطريق الدائري لكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد كمان الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت أيضا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. نكمل معاكم جولتنا ونروح محافظة بورسعيد. هنلاقي فيه سيولة مرية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. وخلونا بعد ما استعرضنا معاكم جولة مرية نستعرض معاكم أحوال الطقس. لكن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء كمان وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 27 وأقل درجة حرارة في كاترين 18 درجة.
هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه.